تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء أو قرار دولة رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من خلال المعطيات التي تم تقديمها من قبل السيد معالي وزير النفط. طبعا هذا القرار تم التصويت عليه من قبل كافة السادة الوزراء باستثناء السيد وزير النفط، وبالتالي تم التدارس عن معطيات هذا القرار. وضعت لجنة النفط والغاز أيضا أهم الملاحظات الخاصة بهذا القرار، وأكدت اللجنة على وزارة النفط وكوادر متقدمة بأن حقوق واستحقاقات الموظفين سواء كانت من أرباح وحوافز يجب أن تؤمن بشكل حقيقي وعدم المساس بها، وهذه تعتبر خط أحمر لما تقدمه هذه الشريحة من معطيات مهمة جدا، وما تقدمه كوادر وزارة النفط الاتحادية من تضحيات من أجل الحفاظ على عمليات الإنتاج والتصدير والتكرير والبيع والتوزيع وغيرها من الأعمال التي تقوم بها كوادر هذه الوزارة المهمة، كلا حسب اختصاصه كلا حسب إمكانياته.